أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإنشاء مركز إعلامي لمجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، ويتولى المركز طبقا للقرار القيام بعدد من المهام والأنشطة التي تهدف لتحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بكافة أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة للعمل على توضيح الحقائق للرأي العام وضحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات. المزيد ينضم إلينا هاتفيا المستشار هاني يونس، مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، تحياتي لك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك. يعني ما أبرز الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المركز الإعلامي بمركز معلومات مجلس الوزراء؟ طبعا حضرتك من خلال القرار اللي صدر من رئيس الوزراء بيبان الأهداف اللي هي رقم واحد التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وخلق جسر من التواصل بين وسائل الإعلام اللي هي هتوصلنا في النهاية للمواطن اللي هو متلقي الخدمة الرئيسي. رقم اتنين هو توضيح الحقائق وضحض الشائعات زي ما حضرتك قلتي. رقم ثلاثة هو العمل على حل مشاكل المواطنين من خلال آلية التواصل، لأن طبعا وسائل الإعلام هي وسيلة المواطن للشكوى أو الاستفسار، وكذلك احنا هنتلقى بقى من خلال التواصل مع وسائل الإعلام مطالب المواطنين المختلفة. احنا عندنا في المركز اللي تم إصدار قراره من معالي رئيس الوزراء أربع وحدات رئيسية هيشتغلوا في المركز دول. الوحدة الأولى هي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، واحنا عندنا هنتواصل مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. عندنا وحدة هتكون للإنتاج المرئي والمسموع، وهدفها هو الترويج لأنشطة الوزارات المختلفة، بمعنى أن أنا هصنع فيديو عن إنجاز ما تم تحقيقه في وزارة ما، هعمل إنفوجراف عن إحصائيات محددة لإنجاز برضو ما تم تحقيقه، وكله هيكون مطابق للواقع، وده تكليف واضح من معالي رئيس الوزراء. أنا عايز ما يتم ترويجه ويكون معبر عن ما يتم تنفيذه واقعيا وليس اختلاق لحاجة ما حصلتش أو خلافه. الوحدة الثالثة هتكون للإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، كلنا عارفين مدى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، وعشان كده احنا كمان رصدين الأهمية ديت، ويبقى في عندنا وحدة مهمتها هي نشر ما يتم بذله من جهود في مختلف قطاعات الحكومة وأجهزتها المختلفة ووزارات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التواصل مع المواطنين للتعرف على رؤاهم واستفساراتهم وشكاواهم حول مختلف القضايا. الوحدة الرابعة تكون هي رصد بقى وتحليل ما ينشر. احنا عندنا الفريق ده هيكون يتجول في كل مواقع التواصل الاجتماعي، يتجول في كل المواقع الإلكترونية الصحفية، يتجول في كل الصحف المقروءة، في جميع وسائل الإعلام، اي مقال بيرصد اي انتقاد او شيء في قطاعات الوزارات المختلفه، هنتواصل مع الوزارات المختلفه لتوضيح الحقائق لكاتب المقال او لكاتب التحقيق الصحفي او لكاتب الخبر، بحيث ان احنا كلنا هدفنا في الاول وفي الاخر واحد، وهو خدمه المواطن اولا واخيرا. نعم، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الاستاذ هاني يونس، تحياتي لك، شكرا جزيلا لك.